مس الخير عليكم، بكم بخير؟ ايوا الحمد لله يا ربي. اسم نطلبوا هاد اليامات غير الصحة، تا حاجة ماك الصحة تا حاجة. ايوا باين تفكرت حنا الله يرحمها ويوسع عليها، كانت عندها حل كلمة رصاص، كي تقول كلمة ما تفوتهاش. هالنهار تنارفات قالت لنا ضروة نفهمكم، راني نحلف. هي ما حلفت بصح، قالت راه زعما راني نحلف. هاد الشلاغم اللي روبان كانت تحلف بشلاغمها، خاطر كانت عادة ما نحاتهمش، كي كانت تنحيهم بنقولو بالخيط. وانا كنت عادة صغيرة وكنت نشوفها، بصح هي متبينش باللي زعما راها تنحي شلاغمها. هي كي نشوفها نقولها امي ما سمريك تعمل، تقولي راني نخيط. هي ترفد هذاك الخيط وتوجد تاينك حتى البرا باش قال زعما نأمنها باللي راها تخيط، وهي باش تنسر شلاغمها. الله يرحمها ويوسع عليها، كانت زعما بحدها وكانت زعما تحب تضربنا. كي تضربنا دائما نقولو تحلف بشلاغمها، هاد الشلاغم الى ضربوا نضربكم. وترفد هذيك البليغه، تقول الحمد لله الحمد لله اللي البليغه كاين وحده لي من وحده لي صوت، باش هكذا نضربكم خطره وحده، ما نبقاش انا منا ومنا ومنا، اجي منا اجي منا. هيا تعبطني منا، اختي تعبطها منا، هيا وضرب. كيما نقولو دو زونا هيدا وتريح. الله يرحمها، زعما كانت بحدها عند الله يرحمها. النهار قالت لنا راني نحلف كي نغمط عينيا ونمشي عند سيدي ربي ما نعاودش نعتب لها على هاد الدار، كي نموت صايي ما نبقى نشوفكم، ما نبقى هيداك، راني نحلف. وبصح الكلمة ديالها رصاص، هادي نقولو 70 عام اللي ماتت ما عاودتش عتبتها للدار، كلمتها بحدها. كلمة هادي هي الكلمة تاع الصح، ماشي هادو تاع ولاد اليوم كي كلمتهم كي خلط امهم الخالية، كان والو ما كان لها كلمة لا والو، كلشي ماشي في الكتب، وكلشي ماشي. داك النهار سمعت وحدة كانت تهضر مع صاحبتها وانا راخية ودنية، السمانة نتمشى بصح زعما ودنية دايما تقول زعما فرحانة الحمد لله يا ربي اللي زعما اللي ربي عطانا زوج تاع الودنين، وحدة على اليمين وحدة على اليسار، باش زعما اللي يكون قاعد على اليمين نسمعو واللي يكون على اليسار نسمعوه، ما نبقاوش هكذا ندورو ولا صافي با، غير هكذا من تم الودنين محلولين. إيوا سمعت وحدة كانت تهضر مع صاحبتها، قالت لها شتي هذاك وجه الشر؟ قالت لها 10 سنين وانا معاه، باش من بعد قالك كان يحبني كي اختو. ايوا ما تندبش، كان يحبني كي اختو 10 سنين ويقول كي يحبني كي اختو. هي ما كانش تهضر معايا في الحق، بصح انا دائما ندخل ما فطنش براسي كيفاش ندخل راسي. قالت لها بنيتي مين كان زعما عاملك كي اختو؟ هي واحد تاتينا من هكذا تخيل راسك زعما كان كيخاك، هي ما تخطب له ماشي خير. قالت لي والحاجه مانيش نهضر معاك. قلت لها غير ما تهضرش معايا، قلت لها ما كنشلي لك وديناتك تاع الصح، قعدت تامنوا فيهم. ما تامنوش ابنياتي، ما تامنوا حتى واحد، ما تامنوا حتى واحد. اسمت بالحاجه اللي تامن فيها بنيتي، قلت لها غير اسمعني ما يبقاش خاطرك مني، قلت لها الحاجة اللي تأمن فيها تاع الصح هي يديداتك، واسمي عملوا واسمي خدموا واسمي يجي وصوروا الدراهم. سمعت حاجة أخرى ما تأمن حتى واحد، لا لي كذب عليك ولا لي شمتك ولا ما تأمن حتى واحد. يا بنيتي قلت لها أنا راني مرأة كبيرة وكل شي راه فايت عليا، سمعت
إوا قالت لي زعما وتينا زعما كي تزوجت راجلك ما وإلا ما عرفكش. قلت لها أنا ما عرفني ما والو، سمعت أنا مرحوم راه في دار الحق، ما عرفني ما والو، كنت فايتة، كنت عاملة النقاب وشاف عويناتي. هو ما كانش عامل النقاب خاطر ما عاملين حتى رجع عاملين الماسك، لا زمان لا كانوا غير نساء عاملين هذاك النقاب وكيعيطوا له النقاب، دروا راه يعيطوا له الماسك. هذوك الأسومة كامل تبدلوا من الرجال ولاو حتى هما اللي عاملوا النقاب، هذه وحده شويه واعره. ايوا قلت لها بنيتي المرحوم راه في دار الحق، غير شاف عويناتي صاي كولا مشى داب مشى عند ما على غير هذيك اللي تخطبها لي، سمعت؟ قلت نمشي نقعدوا بالعامات وحنا نضيعوا في الوقت. قالت لي والحاجه ترو انا كيش نعمل، 10 سنين من حياتي مشات. قلت لها شوف زعما انا الا تعمل عليا روح لداركم وبكي بكي حشويه وعداد وعيط حتى لصحاباتك باش تشكي لهم، خاطر نتوما تحبوا لي تحبوا لي تشكيو له وتحبوا لي يكمد لكم على قلبكم. روح بنيتي روح عيط لصحاباتك وبكي بكي بكي قولوا انا ننصحك زعما تبكي روح السيمانه هي وصايي بركات مورا هذيك السيمانه عاود زين راسك وخصك تكون شابه وبدا تمشى روح لعراس ولا كاش عراس ولا باش الناس تشوفك وباش تزوج وما تبقاش حاسده على العود الراشين. الزهره هاتي يا بنيتي صايي بركات على اليوم. الزهره ها الزهرة مانيش عارفة فين مشات، مانيش عارفة، هي بقاو على خير.